أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز لأحد لم يدرس عند العلماء ولم يتعلم على أيديهم أن يعلم الناس في أوروبا في بيته؟ لا، ما يجوز له إذا تعلم على نفسه أو تعلم على الكتب أو تعلم على الجهال، لا يجوز له يعلم الناس. لابد يأخذ العلم عن العلماء، يأخذ العلم عن العلماء، ما يأخذه من الكتب أو يأخذه من غير العلماء المعتبرين. نعم.